السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ هل هناك حقيقة نعم لشيء، هل هناك حقيقة لشيء اسمه السحر المأكول أو المشروب؟ وإن كان هناك هل له علاج؟ السحر على الإجمال، على الإجمال وارد، ولكن الساحر لا ينفع أحدا أو يضر أحدا إلا بإذن الله. قال تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، هن السواحر التي ينفثن في العقد ويعقدن بعد النفس فيها.